في المنطقة الإقليمية للأمن بالناضوة بمختلف أسلاكهن ورتبهن، بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسيد المدير العام للأمن الوطني على هذه الالتفاتة النبيلة، وعلى حرصه ككل سنة على تكريم النساء الشرطيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة. هذا يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة. يطيب لي أن أتوجه لجميع النساء الشرطيات بمختلف رتبهن وأسلاكهن بأسمى عبارات التهاني وخالص التبريكات، متمنيا لهن مزيدا من السداد والتوفيق في مهامهن النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. كما أبتهل إلى العلي القدير ببركات ما تقدمه النساء الشرطيات من جميل العمل وحسن الأدب، أن يسدل عليهن أرضية الصحة والعافية، وأن يكون خير عون وظائف لهن في جميع المهام والمسؤوليات والأعباء التي يضطرعن بها، سواء في الوسط الوظيفي أو في المحيط الاجتماعي والإنساني. ولئن كان الثامن من مارس من كل سنة هو يوم تكريم النساء والاحتفال بإنجازاتهن ونجاحاتهن المهنية في مختلف المجالات والميادين، فإنه أيضا موعد سنوي متجدد لتكريم المرأة الشرطية والوقوف وقفة تقدير وامتنان لها لما تسديه من خدمات جليلة وما تتحلى به من خصال نبيلة، والتي جعلتها تقسم على نجاحات متميزة في قضايا الأمن في مفهوم الوسط. ولعل أهم نجاحات المرأة الشرطية أنها أصبحت حاضرة في مختلف التخصصات والوظائف الأمنية، بل وتتقلد فيها مناصب المسؤولية. إن نجدها حاليا الشرطيات رئيسات لدوائر الشرطة وفرق حوادث السير، ورئيسات لمجموعة الأبحاث في الشرطة القضائية. كما نجد نساء شرطيات في فرق الخيال، وفي مجموعات الكلاب المدربة للشرطة، وفي كوكبات الدراجيين، وفي قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة. فالمرأة الشرطية بفضل عزيمتها الثابتة وكفاءتها المتميزة برهنت على حس مهني عال وعن تضحية ونكران للذات في كل المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها، بما فيها تلك المحفوفة بالمخاطر والتحديات الأمنية. فالمرأة الشرطية اليوم هي صنو الرجل في وحدات الحماية المقررة وخفر الشخصيات، وفي سائر تخصصات الشرطة العلمية والتقنية، وفي المجموعات المتنقلة لحفظ النظام، وفي كافة مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة. معشر النساء الشرطيات، إن نجاح الشرطيات هو نجاح للمرفق العام الشرطي، وتميز النساء الشرطيات إنما هو تميز للمنظومة الأمنية ببلادنا التي تخطو بثبات وبوتيرة تصاعدية نحو الإصلاح الشامل والعميق الذي يليق بأوراش التنمية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وإذا كان حضور النساء الشرطيات في بعض المهام الأمنية هو أمر ضروري تفرضه إملاءات قانونية وواقعية، مثلما هو الشأن بالنسبة لإجراءات تفتيش المسافرات في المنافذ الحدودية ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية التي تأوي نساء مشتبه فيهن، فإن باقي التخصصات والوظائف الأمنية الأخرى لا تخضع سوى لمعيار الكفاءة والاستحقاق. ومن هذا المنظور أهيب بجميع النساء الشرطيات بأن يواصلن تميزهن مثلما هو معهود فيهن دائما، وأن يدركن تمام الإدراك بأن المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بهم، ممتنة لأدائهم، مقدرة تضحياتهم، وعازمة على تطوير وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المخطط الاجتماعي المرصود لجميع أسرة الأمن الوطني نساء وذكورا
ممارسين ومتقاعدين ودوري. وفي الأخير وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، أجدد لكافة النساء الشرطيات متمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد، معربا لهن عن امتنان الجميع بما يقدمنه من أداء مهني متميز وما يبرئن عليه من تضحيات جسيمة في سبيل المصلحة العليا لأمن الوطن والمواطنين. كما لا يفوتني أيضا أن أشيد بكافة نساء الأمن الوطني من زوجات الشرطيين وبناتهم وأخواتهم مع تحية خاصة مشفوعة بالإجلال والامتنان لأرامل رجال الأمن الوطني ممن أسلموا الروح لخالقها في سبيل حماية وصون الثوابت العليا للمملكة المغربية. دمتم أوفياء للصالح العام ودام